كما هو معروف اليوم قانون انتخابات هو أخذ الحيز الأكبر من النقاشات سواء في مجلس النواب أو في الأوساط الإعلامية والأوساط الاجتماعية وحتى في ساحات التظاهر. لذلك عند مجيء القانون إلى مجلس النواب من قبل الحكومة تمت عقد عدة اجتماعات في اللجنة القانونية وكذلك مع رئاسة المجلس ومع المختصين كافة، توصل إلى نتائج ومقترحات كثيرة. تم اليوم التصويت على كافة المقترحات الموضوع من قبل اللجنة القانونية، من ضمنها هو التعديل النظام الانتخابي الذي سيوفر فرص عدالة مطلقة لكل المرشحين. سيكون هناك أعلى الأصوات، هو من يحصل على أعلى الأصوات هو الذي سيفوز في المقعد النيابي. كذلك لا يوجد أي تنافس بين القوائم الحزبية أو القوائم الفردية، ستكون هناك مساواة وعدالة في الدعاية الانتخابية وكذلك حتى في نتائج الانتخابات، ما دام النظام الانتخابي يعتمد على أعلى الأصوات الفائزين. إضافة إلى ذلك، اللجنة القانونية كانت مصرة إلى وضع عدة فقرات يتضمنها القانون. هذه الفقرات هي احترازية لمنع أي آلية تزوير في المستقبل، من ضمنها تقاطع البصمات، من ضمنها العدوى الفرز الإلكتروني وإعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة. كل هذه الفقرات تم وضعها في القانون، وهذا القانون أعتقد وحسب قراءة الموجودة سيكون هو أفضل قانون صدر من مجلس النواب العراقي ينظم العملية الانتخابية في مجلس النواب العراقي.